بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث يا جماعة في السيريز دي عن حاجة اسمها البوتون جروبز. البوتون جروب بمنتهى البساطة عبارة عن تجميع لمجموعة من البوتونز اللي بتربطها شيء معين. علشان تعمل القصة دي بمنتهى البساطة أنت محتاج تدرج ديفيجن. الديفيجن ده هتدي له كلاس من بخاصية معينة. الكلاس ده تجمع هندي هيكون عبارة عن اسمه بوتون جروب. يعني انا ديف كلاس يساوي بين دبل كوتيشن هتروح تقول له بوتون داش جروب. جميل. بعدين هتبتدي تدرج الروابط بتاعتك ما بين وصم الـ A طبعا بداية ونهاية الوصم الـ Anchor. الروابط بتاعتك مثلا خلينا نقول لينك مثلا 01 وديت هتدي له الكلاس العادي الافتراضي اللي هو البوتون اللي واخد الستايل اللون الازرق ده يا جماعه. هو مثلا هتكررها ثلاث مرات مثلا ديت واحد ده اثنين وده مثلا ثلاثة. لو انا عملت كنترول اس كده ورحت اعمل ريلود هلاقي اني نفس السيناريو اللي كان موجود من شويه لينك واحد لينك اثنين لينك ثلاثة. دولت اللي بيجمعهم انهم عباره عن بوتون موجود في جروب واحد وما بينهم البوردر الواحد بيكسل الصغير ديت يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.